هيعاني أنا فاكرة وآلامه. قبل كده كنا في مكان تاني قناة تانية، وبعدين جالك كان معانا تقرير واحد أو واحدة كانت أصلا عاملة عملية وبرضه جاتلك، كتير كتير لأن كتير. هي ما خفتش من الآلام. يعني مش كل الناس يا جماعة محتاجة العملية. في حاجة عايزين نوضحها، احنا كشعب بنقلق شوية بنخاف. أنا شايفة كل الشغل اللي بتشتغلوا بيه عبارة عن إبرة خفيفة أوي بسيطة. تمام. كل عايزة أحكي إزاي بيتم عملية الحقن أو التردد الحراري عشان أطمن الناس. هو فكرة التردد الحراري أو إن أنا هعمل حقن بذور أعصاب أو إن أنا هعمل حتى شفط وتبخير غضروف، الإجراءات كلها اللي هي بدون تدخل جراحي بتعتمد في الأساس إن المريض صاحي معاكي. إحنا في جوه غرفة عمليات، صاحي مفيش بند صاحي بيتكلم كلي، معاك لأن أنا عايز أسمع صوته وعايز أسأله على حاجات معينة. حلو قوي. أنا لدرجة إن وأنا بتعمد الحتة دي والعياذ بالله كلمة، أنا والدكتور يوسف حتى يعني كراجل جراح برضو بقت السنس ده بقى جوه كده، أرش على الجلد اسيبه دقيقتين ثلاثة خمس دقايق يبدا يعمل تخدير خفيف في الجلد، ادخل بسن انسولين بنج موضعي سن صغنون خالص كده، الجلد حوالي 2 سم او سنتي ونص اتخدر. ندخل بالابره بتاعتنا على الشاشه، لو انا بعمل تردد حراري اشوف قدامي وصلت لمرحله معينه شايف على السي ارم، ابدا اخلي هو كان معانا وجبناه تاني على الشاشه عشان يبقى اخلي الجهاز بنشوف اللي حضرتك بتقوله. اخلي الدكتور المسؤول عن الجهاز او التكنيشن المسؤول عن جهاز التردد الحراري يبدا يعمل لي حاجه اسمها موتور استيموليشن. يعني ايه؟ انا عايز اشوف العصب اللي انا هشتغل عنده تاثيره فين، عامل انقباضات فين، فيبدا المريض يقول لك في فخدي في رجلي من تحت، ابقى عارف ان فاحنا في المنطقه دي. احنا بنساله نبدا نشتغل وهو صاحي. وهو صاحي معانا. يعني كتير قوي بيتعمل بدون غير ان هو البنج بس. بعض الناس يقول لك معلش خليني ابقى هادي شويه، بنديله حاجه اسمها مهدئ او الدورمك. ممكن يكون ده اصلا سامعك وبيسمع الكلام متوتر. بس ريلاكس مش متوتر بس. هي دي الفكره. خلاص عرفت مكان العصب اللي هو عامل تاثير وعامل وجع فين وفين، نبدا نشتغل بالجهاز التردد الحراري، نخليه استيموليتور فتره اللي هو تنبيه ينبه العصب فيطلع الموجات، فالعصب يبدا الاحساس فيه يتحسن والوجع يبدا يقل. وبعض الحالات اللي بيبقى عامل عمليه او في تليفات كتيره جدا جدا بنعمل حاجه اسمها سيرمال. السيرمال دي اللي هو الحراري يبدا يدوب التليفات، يبدا يضيع الاحساس من خانقه جذور الاعصاب، ويحصل تحرير للعصب اسمها كده بالمعنى الحقيقي.